الدكتورة المحي حليمة، أستاذة في علم الاجتماع والتواصل، فاعلة جمعوية مشاركة في مجموعة من الكورالات مدينة القليطرة ومدينة الرباط. بمناسبة شهر التراث كتنظم المديرية الإقليمية الثقافة مدينة القليطرة مع كورال مدام أسماء الشريبي لمغاربة العالم. هذا النشاط اليوم، هذا النشاط هذا كيدرج فيما يسمى دائما بالاحتفاء بالتراث الأندلسي كتراث حضاري فني كتطمح به المدينة من خلال هذا النشاط هذا، باش كنحتفيو دائما بالموسيقى كعلاج وكواحد الطاقة إيجابية دينية روحية. إحنا بالنسبة لنا تقريبا دائما ماشي عاد، وهذه أنشطة ولات ولينا كنلاحظوها كيحتفلوا بها جميع المغاربة والمغربيات في جميع المدن المغربية من طنجة حتى القويرة. أنا في نفس السياق هذه 3 سنين تقريبا باش وليت كنهتم بهاد الموسيقى الأندلسية. قبل كنا كمتابعين كمواطنين مغاربة كنحبوا كل ما هو تراث أندلسي، كل ما هو طراب موسيقى فنية خالدة. هاد الطرب الأندلسي اليوم ولا واحد نقولوا تكميل، ولا واحد الوسيلة اللي كتعطينا شحنة إيجابية يومية اللي كتخلينا دائما نكونوا في واحد المجال روحاني يومي في طاقة إيجابية اللي كنقدوه. هو هاد المسائل هي اللي كتقدر اليوم تسهل لنا أننا نواكبوا هاد التوترات الداخلية والخارجية. وكلشي كيعرف أن احنا اليوم العالم الكوفيد دابا ولا كيشهد واحد لينا كنعيش واحد لوموند أنكسيوجين، يعني العالم كله عامر بالخوف يعني بالتوترات الداخلية والخارجية. هاد الموسيقى الأندلسية نوع من الأنواع ديال التخفيف والترفيه عن النفس. اهلا وسهلا، شكرا للحضور، شكرا للتغطيه ديالكم. جد سعيده بالتواجد في هذا الفضاء اللي عندنا ذكريات جميله معاه. هذه فرصه باش نجدد الشكر ديالي للمديريه الاقليميه لوزاره الشباب والتواصل والثقافه، لأن هنا فين كانت الورشات كتقام كانت عن شراكة مع العصبة المغربية لرعاية الطفولة في شخص السيد رئيس الفرع القنيطرة سي الحسن الزماني. فكنا الورشات هنا بوندون 3 ans، نوصل من الورشات كنديروها هنا، كذلك أنشطة عديدة في دار المخزن، في حتى خلال الخروج من الجائحة مع وحدة الفطرة في الرباط اللي تابعة رابطة المحمدية للعلماء. المهم هذه معكم أسماء الشريبي، مديرة مكتب مغاربة العالم هجرة وتنمية، ورئيس المؤسسة الكورال مغاربة العالم في عام 2016 هنا في قنيطرة. هذه التظاهرة ديال اليوم هي تظاهرة فيها أبعاد عديدة وفيها رسائل نحملوها كذلك عديدة. احنا اليوم هنا بمناسبة الاحتفاء بشهر التراث، واللي كيقول التراث من جملة العناصر والركائز ديال الموروث الثقافي ديالنا. كاين هذا الموروث الموسيقي اللي هو الطرب الأندلسي أو طرب الآلة. فهذا الطرب الجميل من أجل التثمين ديالو، من أجل الحفاظ عليه والاستمرارية ديالو، فكيلزمنا نحببوه للوليدات الصغار، كيلزمنا نعلموه ليهم. وفي هذا الإطار جات الشراكة مع الجمعية ديال الدار الكبيرة باش نأطروا هاد الوليدات ديال الدار الكبيرة، وداك الشيء اللي غادي نديروهم حاضرين معنا ككورال ديال الوليدات الصغار ديال الأطفال المساهمة في هذا الحفل ديال اليوم. وبالمناسبة حتى النهار اللي أسست هاد الكورال، لذلك الاسم ديالها كيحمل اسم مغاربة العالم، فكان بواحد الهدف من جملة الأهداف ديالو كانت تلقين هاد التراث الأندلسي للوليدات ديال الجاليات ديالنا، لأن كان هناك واحد النقص وواحد التعطش لهذا الموروث ولكل ما هو يمثل ثقافة وتراث المغرب. فلذلك تمت كورة المغاربة العالم، وعندنا وليدات اللي في بروكسل مثلا عازفين على القانون وكذلك كي يتبعوا معنا الصناعات الأندلسية.
كانت بعض لولا الجائحه كانت غادي تكون مبرمجه دورات تكوينيه مع الوليدات ديال مغاربه العالم، ان شاء الله غادي نستأنفوها. شكرا لكم.